اهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على اكسترا نيوز. ارحب بكم تحديدا في استوديو الان. قال المبعوث الدولي الى سوريا جار بدرسون انه سيتم عقد جلسة للجنة الدستورية في جنيف خلال الشهر الجاري. واضاف بدرسون خلال مؤتمر له منذ قليل في جنيف انه تم الاقتراب من الوصول الى نسبة 30% من التمثيل النسائي في اللجنة الدستورية، كما شدد بدرسون على ضرورة التهدئة في ادلب والشمال السوري. على كل حال، المزيد من التفاصيل عبر الهاتف من ستوكهولم سيد ماجد حبو، عضو المؤتمر الوطني السوري. سيد ماجد، ارحب بك. تحيه لك اختي العزيزه وتحيه للشعب المصري عبر قناتكم الكريمه. انا بشكرك شكرا جزيلا. في البدايه، مزيد من التفاصيل ان كانت متاحه لديك. كل المتابعين، كل المعنيين بالملف السوري يعرفون تماما انه اليوم يعني دخلنا في المرحلة الأولى في بداية مشروع الحل السياسي في سوريا. كانت الخطوة الأولى هي مسألة تشكيل الدستورية، وجاء هذا التشكيل بتكليف من الأمم المتحدة ومستند إلى القرار الدولي 2254، علما بين معترضتين يجب الحديث عن آليات التشكيل وآليات العمل التي لم تتوضح حتى اليوم. هناك محاولات لتنظيم هذه المسألة، ولو أن هناك ما تزال إشارة استفهام حول وفد المعارضة الذي يشارك في اللجنة الدستورية بأنه تم تأميمه من قبل الطرف التركي، كونه يشرف على أكبر قدر ممكن أو على أكبر مساحة ممكنة فيما يتعلق في المعارضة. ولكن بالمحصلة هي بداية المشروع السياسي في سوريا، وكان تأكيد السيد بيترسون كمتحدث عن المتحدة كما كل الأطراف المعنية في الملف السوري بأنه ليس هناك من حل عسكري للملف السوري باستثناء المجموعات الإرهابية التي لا تقبل بالعملية السياسية. سيتم هذا الأمر، وهناك تداخلات عديدة في هذا المجال، أبرزها التفاهمات المؤقتة أو التفاهمات التي تتم على الأرض بين الأطراف الضامنة، وعاني بذلك روسيا، تركيا، إيران. ولكن بالإشارة إلى مواقف الدول العربية، لدينا موقف شاهدناه البارحة من قبل السعودية مثلا، الأردن، مصر أيضا في اجتماع تم على هامش الأمم المتحدة بتأكيد على الحل السياسي. وندعو في هذا المجال باسم الشخصي وباسم المؤتمر الوطني وأدعي باسم الشعب السوري أنه نحتاج اليوم إلى دعم عربي في هذا المجال، كي لا يبقى الملف السوري عرضة للتجاذبات الإقليمية التي حاصلة اليوم على الأرض السورية. بالتأكيد كان هناك موقف أيضا لأمين عام الجامعة العربية بلقاء الذي تم على هامش اجتماعات مجلس الأمن أحمد أبو الغيب في لقائه مع الوفد السوري، بمعنى اليوم مطلوب أكثر تفعيل هذا النشاط الدبلوماسي فيما يتعلق بالحل السياسي عربيا، سواء عبر المؤسسة الكبرى وأعني بذلك الجامعة العربية، سواء عبر الدول العربية مباشرة في مواقفها المعلنة. لدينا موقف تاريخيا فيما يتعلق بمصر، صحيح، دعمها للحل السياسي كونها أيضا تعاني مسألة الإرهاب الذي نعاني منه في سوريا. هذا الدعم سيعطي مزيد من الزخم من أجل الحل السياسي في سوريا. نعم. إنما اليوم نستطيع أن نتفائل بأنه صار هناك إجماع دولي فيما يتعلق بمسار الحل السياسي في سوريا، مع التأكيد على أنه يجب محاربة الإرهاب وخصوصا الموجود في إدلب في شمال سوريا والذي يتم بإشراف تركي مباشرة. نعم سيد ماجد، البعض يقول أن بالطبع الحل السياسي بالنسبة للدول التي تمر بصراعات عادة ما يكون هو الأفضل، وبالطبع سيكون هذا المسار هو الأفضل بالنسبة لسوريا والشعب السوري أيضا، ولكن عن أي حل سياسي نتحدث في سوريا؟ عن أي فصائل ستجلس على طاولة المفاوضات السورية السورية؟ يعني اليوم أصبحت الخريطة السياسية والعسكرية للفصائل التي تحمل السلاح في سوريا والتي تقبل بالحل السياسي أصبحت واضحة. بدأت هذه العملية بلقاءات أستانا، بمعنى توصيف الفصائل التي تقبل بالحل السياسي والفصائل التي ترفض هذا الحل السياسي، والتي هي مصنفة دوليا
بإشراف الأمم المتحدة كتنظيمات إرهابية، نعني بذلك داعش أو مخلفات داعش، نعني بذلك اليوم جبهة النصرة، نعني بذلك أي تحرير الشام بين قوسين الإخوان المسلمين. هذه الفصائل أصلا هي ترفض العملية السياسية، وبالتالي كل من يضع السلاح جانبا، كل من يقبل بعملية التغيير السياسي ليس من خلال العنف، ليس من خلال السلاح، هي معنية في الحل السياسي. هناك فصائل أو مجموعات سياسية خرجت من بعمر الأزمة وتقبل بالعملية السياسية، الجميع مدعو. عندما نتحدث عن العملية السياسية اليوم في سوريا، نتحدث كبداية أو المعبر الافتراضي اليوم الجميع يتحدث عنه هو اللجنة الدستورية، وبالتالي التغيير الدستوري اليوم هو مدخل. هناك تباين في بعض وجهات النظر فيما يتعلق بالمواقف الدولية في عملية التغيير السياسي، البعض يعتقد أنه المدخل التغيير الدستوري هو مدخل، البعض يعتقد لا، انتخابات سياسية رئاسية تشريعية مبكرة تشرف على التغيير الدستوري. هذه التفصيلة هي اليوم الخلاف فيما يتعلق في آليات عمل العملية السياسية. فيما يتعلق بالتهدئة في إدلب والشمال السوري كما قال جير بدرسن، سيد ماجد، هذه التهدئة على أي سبيل سيتم تنفيذها ومع من أيضا؟ يعني فيما يتعلق بملف إدلب، المسألة معقدة قليلا، يعني وهناك صحيح. محاولة لتضليل إعلامي حقيقي يتم الإشراء، يعني يتم المشاركة من قبل كثير من الأطراف فيه. في إدلب لدينا تنظيمات عسكرية إرهابية مصنفة دوليا تحت مسمى تنظيمات إرهابية، جبهة النصرة، هيئة تحرير الشام، حراس الدين، نور الدين الزنكي، الحزب التركمانستاني، وكثير من هذه التسميات المتعددة والتي كلها هي عنوان واحد لتدخل تركي في الملف السوري. هذه الفصائل ترفض أساسا العملية السياسية، ترفض تسليم السلاح والجلوس إلى طاولة التفاوض، ترفض كل أشكال الحوار السياسي، وبالتالي هذه يعني مهما أيا تكون الحجج السياسية التي يتم تقديمها اليوم من بعض الأطراف أو التخفي وراء مشروع طروحات إنسانية، أعتقد هذه المسألة يعني هي محاولة تعمية عن الوقائع. لدينا اليوم مواجهة مسلحة في إدلب مع تنظيمات إرهابية، كما تشهد على سبيل المثال سيناء اليوم في 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 مصر. هذه تنظيمات إرهابية، لا يمكن الحديث عن حل سياسي في مواجهتها، يمكن الحديث عن إجماع سياسي من أجل مواجهتها. وهذا اليوم مطلوب. هناك بعض القوى السياسية اليوم في سوريا ما تزال تعتبر هذه التنظيمات الإرهابية تنظيمات بين قوسين ثورية، أو هي مشاركة في العملية الثورية بين قوسين أيضا في سوريا. نعم. هذه تعمية، وهذا الأمر يتم اليوم بإشراف تركي. مرة ثانية بأكد على هذه المسألة، كون تركيا هي التي تشرف على ملف إدلب، كون تركيا هي الحاضرة عسكريا اليوم في إدلب من خلال 12 نقطة مراقبة. نطمح طبعا أيضا بين المعترضتين أن يكون هناك دور روسي أفضل في مسألة التفاوض المباشر الذي يتم، أو التفاهمات التي تتم بين روسيا وتركيا فيما يتعلق بشمال إدلب. ولكن المطلوب بالنسبة لنا نحن كسوريين وحدة الأراضي السورية، خروج كل القوات الأجنبية الحكومية والميليشيا. نعم، وصلت الصورة. كنت ضيفي عبر الهاتف من ستوكهولم، سيد ماجد حبو، عضو المؤتمر الوطني السوري، شكرا لك. يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عرضه النهائي بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وسيعلن صراحة أنه إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن بريطانيا لن تتفاوض مجددا، وستغادر الاتحاد في 31 من أكتوبر الجاري.
ومع تبقي أقل من شهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكتشف أو هناك غموض مستقبل العملية التي تمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية لبريطانيا منذ أكثر من 40 عاما. وقال جونسون أنه سيرسل مقترحه إلى بروكسل اليوم الأربعاء في محاولة لضمان التوصل لاتفاق سيسهل خروج بلاده ويجنبها أضرارا اقتصادية محتملة حال الخروج دون اتفاق. هذا وصوتت بريطانيا قبل أكثر من 3 سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج تواجه مأزق. للمزيد من التفاصيل والمتابعة عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، ينضم إلينا سيد عمار وقاف، مدير مركز جونس أو جنوسز للأبحاث. سيد عمار، أرحب بك، وهل أنطق المركز بشكل صحيح؟ نعم. شكرا جزيلا. صباح الخير أستاذ عمار. في البداية دعني أتحدث معك عن ما قام جونسون بعرضه، وهو أن اليوم سيقوم بتقديم المقترح النهائي للاتحاد الأوروبي. هل هذا المقترح سينال الموافقة؟ يعني صباح الخير مرة ثانية. نحن لا نعلم ماهية المقترح. هناك تسريبات حدثت البارحة تتحدث عن تسريبات صحفية تتحدث عن بدل إقامة مثلا حدود ما بين إيرلندا الشمالية والتي هي جزء من المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، وفي هذا نقض لاتفاق السلام الذي تم توقيعه منذ نحو 20 عاما وأنهى الحرب الأهلية في شمال إيرلندا، بدل القيام بذلك فسوف يتم ربما إقامة مناطق لتفحص البضائع وتأكد من مطابقتها الجمركية ويعني إقامة التعرف الجمركية وما شابه. بعض هذه المناطق هي داخل إيرلندا الشمالية، وبعض هذه المناطق هي داخل إيرلندا الجنوبية أو ما يعرف باسم جمهورية إيرلندا. وربما يعني هذه الفكرة هي محاولة لتجنب ما يعرف باسم الحدود والتي لا يريدها أحد. لكن سمعنا اليوم تصريحات من جمهورية إيرلندا من الحكومة الإيرلندية تقول بأن هذا الأمر غير مقبول، وبأن يعني هذه أو هكذا إجراءات على الأرض، إجراءات يعني واقعة على الأرض، هي تخالف كل ما تم التعهد به من قبل الحكومات البريطانية أو الحكومة البريطانية السابقة خلال الثلاثة أعوام الماضية. لكن بوريس جونسون يقول هذا هو عرضنا النهائي، إما أن تقبلوه وإما أن نخرج دون ما اتفاق. هكذا يعني تتجه الأمور حاليا، لكن نحن بانتظار كلمته بعد نحو ساعتين من الآن. سيد عمار، يعني كما تلاحظ هناك تعنت واضح من جانب بوريس جونسون فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحتى أن هذا التعنت أدى إلى وجود تصريحات حادة وأنه سيقوم بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت النتائج، وحتى إن لم يوافق الاتحاد الأوروبي. البعض يتساءل في هذه الأوقات مع وجود الكثير من السلبيات التي ستنالها أوروبا أو بريطانيا تحديدا من خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكن ما زال هناك إصرار على هذا الموقف، على ماذا يعول بوريس جونسون في موقفه؟ أو بشكل أكثر وضوحا، على ماذا يعول في السلبيات التي سيقوم بالخروج بها من الاتحاد الأوروبي؟ على من يعول؟ يعني الظاهر في المسألة وهو ما يتم التصريح به هو أن خطة رئيس الحكومة الحالية هي في أنه إذا أظهر التشدد أمام المفاوضين الآخرين على الطاولة من الاتحاد الأوروبي، فهذا سوف يؤدي إلى تراجعهم حول موضوع يعني الباكستوب أو شبكة الحماية، وهي بالمناسبة تعني بأنه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الجمرك أو حول تبادل السلع ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فسوف تبقى بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي إلى أن يعني يتم إيجاد حلول تقنية تسمح بتتبع البضائع وما شابه. وهذا ما اعتبره في نهاية الأمر الكثير من أعضاء حزب البرلمان تنازلا عن السيادة، وبأنه يعني حتى فرضا لم يتم وجود أو لم يتم اكتشاف هكذا تقنيات، فهذا يعني بأننا سوف نبقى إلى الأبد والأمر بيد الاتحاد الأوروبي وما شابه.
إذا القضية هي أنه إذا قال بأننا سوف نخرج بكافة الأحوال إن لم نجد اتفاقا، هو يعتقد بأنه يعني سوف يحصل على تنازل، هذا في الظاهر. لكن هناك من يقول في باطن المسألة بأنه إنما هو يقوم بموقف تفاوضي، عفوا موقف انتخابي، بمعنى أنه يعني مسألة الخروج بحد ذاتها هي ليست القضية الأساسية حاليا، وإنما خسارة حزب المحافظين للناخبين المحتملين لصالح حزب البريكزيت، وبالتالي فهو بحاجة لإظهار هكذا موقف متشدد وربما كما وصفتيه متعنت قليلا، من أجل القول للناخبين بأنه هو من يحمي مصالحهم، وبالتالي في أي انتخابات قادمة سوف يعود حزب المحافظين إلى الحكم. هذا يعني ما هو تحت يعني أو ما بين السطور إن صح هذا. نعم، هذا ربما يجعلني أسألك إذن عن مصير بوريس جونسون في الفترة القادمة أو بعد 31 من أكتوبر تحديدا، والذي على أساسه ستقوم بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتائج، سواء كان بموافقة أو بدون موافقة. نعم، يعني هناك مشكلة أساسية حاليا تواجه بوريس جونسون، هي في أنه إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على مقترحاته فيما يتعلق بتعديل اتفاق الخروج أولا، فهل سوف يطالب كما أمره البرلمان، كما سمى البرلمان تشريعا يطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الخروج؟ فإذا لم يقم في ذلك فهو بالتالي يخرق القانون، وبالتالي ماذا سوف يكون موقفه الشخصي؟ هل هو يعني يجازف بأمر معين؟ وبالتالي هذه هي نقاط سلبية معينة عليها أن يواجهها في انتخابات قادمة، وربما تطيح بطبيعة الحال بموقعه. هناك أيضا مشكلة أخرى، هي أنه ماذا لو أنه تقدم بطلب الاتحاد الأوروبي ولم لتمديد موعد الخروج، صحيح، ولم يوافق الاتحاد الأوروبي؟ وهناك إشاعات حالية تقول بأنه يتحدث مع زملائه في الاتحاد الأوروبي من تحت الطاولة كما يشاع، طالبا منهم أنه في حال تقدم بهكذا الطلب أن يرفض. فإذا هناك الكثير من عدم الثقة التي تحيط بهذا الرجل، وعلينا ألا ننسى بأن المحكمة العليا هنا قضت بأن نصيحته للملكة، والتي تم إيقاف عمل البرلمان على أساسها، يعني تعليق عمل البرلمان، كانت غير شرعية أو غير قانونية. إذا هو تحت الكثير من الضغط، لكن أعيد وأكرر القضية التي تشغل باله أساسا وبال من انتخبوه من حزب المحافظين ليشغل هذا المنصب، منصب رئيس حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا مي، هو الانتخابات القادمة. كيف سيقوم حزب المحافظين ما هي نتائجه في الانتخابات القادمة؟ وبالتالي ربما هناك الكثير منهم من يقول علينا أن نضحي ببوريس جونسون لكي يعني يظهر موقفا ما ونكسب جزءا من الناخبين، وبالتالي نحن نعود حتى لو كان هو غير موجود. نعم سيد عمار، في حديثك يعني ربما لفت نظري إلى نقطة مهمة للغاية، وهو بالفعل هي مشكلة كبيرة سيقع فيها بوريس جونسون إن طلب التمديد من الاتحاد الأوروبي ورفض الاتحاد الأوروبي هذا التمديد. هذه ستكون مأزق وقع فيه جونسون سيد عمار. إذن ماذا سيكون موقفه في هذه الحالة؟ هل ستخرج بريطانيا بدون اتفاق على أي حال من الأحوال؟ نعم، هو حقيقة هذا المأزق هو ليس تماما لبوريس جونسون، وإنما لكل البرلمان البريطاني. صحيح، لأن البرلمان البريطاني هو صوت في كل الثلاث أعوام والنصف الماضية، صوت بالإيجاب على مسألتين فقط فيما يتعلق بموضوع خروج بريطانيا البريكزيت. الأولى هي اتفق النواب بأغلبية معينة على أنه لا يمكن الخروج إلا باتفاق، يعني لا يمكن الخروج دون ما صفقة، دون ما التوصل إلى صفقة. والمسألة الثانية التي صوت عليها إيجابا من بين كل التعديلات وكل المسائل التي طرحت للتصويت في ثلاثة الأعوام الماضية، هي أنه إذا تم إيجاد اقتراحات عملية تخلص بريطانيا من عبء شبكة الحماية، يعني التبعية للسوق الأوروبية إلى أن يتم إيجاد قضايا تقنية تحل مشكلة الحدود بين شطري إيرلندا، فبالتالي ممكن أن نوافق على بنود الاتفاق الذي خرجت به تيريزا مي بعد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. الآن إذا قرر هؤلاء
وفقا الان ما سيطرحه بوريس جونسون اليوم يفترض انه يتناقش مع التعديل الثاني، بمعنى انه اقتراحات عمليه او يتم تسويقها كاقتراحات عمليه تخلص بريطانيا من عبء شبكه الحمايه. لكن ان لم يوافق الاتحاد الاوروبي، وفعلا قرر الاتحاد الاوروبي انه لا يريد التمديد بعد 31 اكتوبر تشرين الثاني الحالي، وهناك بالمناسبة أصوات في أوروبا تقول نحن تعبنا وعلينا أن، يعني أيضا هناك منهم من يقول بأننا إذا أظهرنا عدم رغبة بالتمديد فلربما يحسم البرلمان البريطاني أمره أكثر ويوافق على الخطة الحالية. في حال قرر عدم التمديد فإما البرلمان البريطاني يوافق على الصفقة التي أتت بها تيريزا مي أو يذهب الجميع باتجاه ربما انتخابات أو شيء من هذا. على كل حال سيد عمار، الساعات القليلة القادمة ستكشف ماذا سيحدث في ملف بريكزيت. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من العاصمة البريطانية لندن سيد عمار وقاف مدير مركز جينوسيس للأبحاث، شكرا جزيلا لك. ننتقل مشاهدينا معكم إلى ملف آخر، حيث كشف مركز أبحاث ألماني زيفا ما تدعيه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أعداد اللاجئين السوريين في بلاده الذين يبتز بهم أردوغان أوروبا. ووفق دراسة إحصائية ألمانية فإن عدد اللاجئين السوريين يعتقد أنه أقل بكثير من 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن أنقرة. هذا وأكد معد الدراسة أن طريقة رفع البيانات بشأن اللاجئين تعتبرها أو تعتريها عفوا ضعف كبير، حيث لم يكن هناك على سبيل المثال نظام متفق عليه لضبط طريقة تسجيل اللاجئين وإعادة تسجيلهم في أماكن أخرى، مما يعني أيضا وفقا للدراسة أنه لم يتم حذف الذين عادوا في الأساس إلى سوريا أو استمروا في طريقهم إلى أوروبا من النظام. هذا ويهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح حدوده مع أوروبا إذا لم تستجيب أو يستجيب الاتحاد الأوروبي لطلبه لتقديم مساعدة مالية لتركيا. عبر الهاتف من برلين للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا سيد إبراهيم كابانا المحلل السياسي. أستاذ إبراهيم أرحب بك. تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي وكستانيوس. نعم، إذا الكذب فيما يتعلق بأعداد اللاجئين السوريين داخل تركيا، لماذا سيد إبراهيم؟ يعني دأب الرئيس التركي ونظامي على إعطاء الأرقام الخاطئة في هذا الصدد بحكم أنها تستفيد من هذه المسألة، ويستخدم العصا من خلال الأرقام لتهديد الاتحاد الأوروبي من أجل أن يسيل الكثير من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. وشاهدنا خلال الفترة الماضية استخدامات النظام التركي للتهديدات المباشرة للاتحاد الأوروبي على فتح باب أمام اللاجئين السوريين لملء اوروبا بهذه اللاجئين. هذا الملف الحساس لدى الاتحاد الاوروبي، يعني يعتقد نظام تركي من خلال هذه الاكاذيب، بس هذه الاكاذيب، بس الارقام الغير صحيحه، انها ستستفيد يعني بحكم عمليه الضغط على الحكومات الاوروبيه. هذا واضح من خلال تصريحات تركيا. طبعا الجمعيات الحقوقيه اكدت، يعني المنظمات الدوليه اكدت ان الاعداد الموجودة في تركيا ليس كالأعداد التي يقول عنها النظام التركي، يعني هي أعداد أقل من تلك الأعداد الأرقام التي تتحدث عنها نظام أردوغان. الواقع هو أن ملف اللاجئين السوريين يعني هو ملف رابح بالنسبة لتركيا، يستخدمها في الضغط على الاتحاد الأوروبي، في الضغط على الدولة السورية، في الضغط على روسيا، في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. تتحدث عن أرقام فوق 3.5 ملايين، الواقع في تركيا لا يوجد هذا الرقم الكبير، لا يوجد في تركيا، هناك سيل كبير من اللاجئين وصل إلى الاتحاد. نعم، هل هذا أيضا ربما يعطي له مبرر، أو يعني هو وضع هذا الرقم من اللاجئين السوريين ليعطي له مبرر فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة؟ هو تفكير النظام التركي بهذا الصدد هو نحو إقامة المنطقة الآمنة، هو تفكيره عندما يقول الرقم الكبير، إذا يعني ربما من خلال هذه المحاولة يقنع المجتمع الدولي في إقامة المنطقة الآمنة في المنطقة الكردية في الشمال السوري. ولكن الوقائع على الأرض تؤكد أن هناك مناطق فارغة للمنطقة الآمنة، يمكن لتركيا إذا أرادت أن تعيد اللاجئين السوريين يمكن أن تسكنهم في المنطقة بين إدلب وأيضا الباب وفي جرابلس وفي عزاز، وأيضا هناك سوريين يعني يرغبون بالعودة إلى حلب وإلى مناطق ثانية. صحيح. ولكن النظام التركي يستخدم هذا الملف للضغط على المجتمع الدولي، لإقناع المجتمع الدولي من أجل التدخل العسكري واحتلال المنطقة الكردية السورية. هذا المقصد من التفكير التركي، هذا الهدف الأساسي من التحركات التركية، هو الضغط على المجتمع الدولي
يعني كان خطاب اردوغان في الامم المتحده واضح بشان هذه المساله، الضغط على المجتمع الدولي الاجتماعي ان هناك لاجئين العدد الكبير في تركيا، وتركيا لا تستطيع يعني تدبير ظروفهم ويجب ان يعودوا الى سوريا. اذا تركيا بالفعل تريد اعادتهم الى سوريا، هناك مناطق فارغه، مثلا هناك مناطق الرقة، يعني جنوب الرقة مناطق كلها فارغة، جنوب دير الزور مناطق فارغة، إذا تركيا تحاول استغلال هذا الملف، اللعب بهذا الملف، توزيف هذا الملف لضغط على المجتمع الدولي من أجل التدخل لاحتلال ما تبقى من الشمال السوري بحكم احتلاله لمناطق إدلب وصنعاء نهر الفرات، وأيضا يطمح النظام التركي في حربه المفتوحة مع الكرد ومع الإدارة الذاتية ومع المجتمع السوري بشكل عام لأجل احتلال المنطقة شرق الفرات، هذا هو هدف الأساسي من الإشاعات الكاذبة للنظام التركي الذي يبث هنا وهناك. مع العلم هناك ملايين من اللاجئين السوريين توجه إلى أوروبا، هناك سيل يومي من اللاجئين يصل إلى أوروبا. إذا يعني إذا كانوا 3 ملايين في تركيا، إذا وصل إلى ألمانيا لوحدها 1,200,000 مهاجر. إذا نعم يعني هو كما قال أردوغان الرقم الذي قاله هو 3,600,000 سوري. نعم بالتأكيد هو يعني هو منذ البداية استخدم ملف اللاجئين في أول استخدامات باع المنطقة التي كانت تسيطر عليها معارضة معتدلة للنظام السوري من خلال روسيا. المرحلة الثانية استخدام هذه المعارضة وتفكيك تحت الضغط للالتحاق بحركات المتطرفة في إدلب وفي غيرها، ثم استخدام هذه المعارضة لضرب الكرد والعرب في الشمال السوري في منطقة عفرين، ثم استخدامه في احتلال جرابلس وعزاز والباب، والآن أحاول استخدام هذا الملف للضغط على الاتحاد الأوروبي. إذا لم تساعدوني في احتلال الشمال السوري، إذا لم تساعدوني في مقاتلة الأكراد في الشمال السوري، إذا نحن سنستخدم ونفتح طريق أمام اللاجئين للمجيء إلى أوروبا. إذا هو يستخدم هو يقول أن هناك اللاجئين وبينهم متطرفين، ويقصد المتطرفين، لأن حركة القاعدة منظمة القاعدة في إدلب بمئات الآلاف موجودة، حركة القاعدة موجودة في المنطقة. إذا هو يستخدم الملف ليس فقط ملف اللاجئين، إنما ملف آخر وهو ملف الإرهابيين لإرسال لأوروبا. أوروبا حساسة جدا في هذه المسألة، لهذا أوروبا تحاول بشتى الوسائل إقناع بأي شكل من الأشكال في تهدئة الوضع مع تركيا. هذا واضح من خلال الخطابات الأوروبية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. كنت معي عبر الهاتف من برلين سيد إبراهيم كابانا المحلل السياسي. ومشاهدينا ننتقل معكم إلى الشأن المحلي برعاية صندوق تحيا مصر. وفي محاولة للتغلب على البطالة قدم مجموعة من الشباب أفكار لمشروعات تناسب طموحاتهم، فكان لهم نصيب من شارع 306 في منطقة الدقي. نتابع. شغال شيف فطاطري بقالي 10 سنين في المجال دوت، شغال في فنادق منتجع بيترسبورغ ومطاعم كتير، وصاحبي خد المشروع دوت فجي كلمني عنه فوقفت معاه في المشروع. فالمشروع هنا بصراحه كويس تمام، والدوله واقفه مع الشباب، اللي هو شارع واحد فيه كذا مطعم، بطاله الناس بتقول فيه بطاله، والموضوع مفيش بطاله ان شاء الله ومفيش حاجه. فاللي عايز يشتغل واللي عايز يجيب فلوس يجيب فلوس، لو اشتغل في اي حاجه. واشتغل في الميديا ستايلست، وبعدين الميديا طبعا زي ما انتم عارفين الوضع ما بقاش زي الاول، فقريت عن فرصه لشارع 306 بيفتح فرع في الدقي، فقلت اقدم فيه. انا اصلا كان عندي هوايه المطبخ من زمان، فلما لقيت فرصة شارع 306 قدمت في المشروع، والصراحة كان في تجاوب جامد من ناحية إدارة المشروع وتسهيل للشباب، وردوا عليا في خلال يومين بالموافقة، وقدمت الحمد لله. أخدت مطعم هنا روك برجر، وعندنا بقى بنعمل البرجرز هنا بيتي، وبنعمل فراخ بيتي وكل حاجة، وكان فرصة برضو كويسة من جانب صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إن هي بتسهل للشباب فرص عمل. وبصراحه قدموا لي كتير في المشروع، ان مفيش تعقيد في الورق، مفيش اجراءات مثلا كتير، كل حاجه سهله، وكل حاجه بيحاولوا ان هم
يتواصلوا فيها مع الشباب ويسهلوا عليهم، والحمد لله اخذت الفرصه ان انا اخذ المشروع ده. فرصه جت وكل حاجه، الباقي والنجاح ده علينا احنا اللي احنا نستثمر فيه ان شاء الله، وباذن الله نقدر ان احنا يعني نكمل المجهود اللي قام معانا بيه صندوق تحيا مصر وشركه اسواق مصر بنجاحنا ان شاء الله في المشروع. كنت عايش بره مصر شيف حوالي 11 سنه متغرب يعني، وجيت بسبب المشروع ده. كنت 106 بسبب صديقي، هو اللي عدي وقال لي ان شاء الله خير يعني، وبس استقريت ان شاء الله وموجود هنا. طبعا بشكر كل الناس اللي سهلت وسهلت للشباب المشاريع دي زي دي، ان هي تسهلوا الامور دي كلها يعني. بس وانا كنت قاعد في دول مختلفه يعني، مش في مصر بس يعني، افريقيا سعوديه، وبسبب المشروع ده جيت قعدت خلاص يعني قريت. ان شاء الله يبقى خير لينا وللشباب كلها يعني. سمعت عن المشروع في التلفزيون، جينا قدمنا عن طريق الانترنت، جالنا القبول، ما فيش اي صعوبات واجهتنا. المكان كان هنا اصلا شبه مهجور في الشارع، هم جم جددوا صندوق تحيا مصر، جددوا المكان وجهزوه، وكمان لقينا يعني جهزوا الكونتينرز دي كمحلات، اجرنا، جبنا التجهيزات بتاعتنا، الماتيريال بتاعتنا، ما كانش فيه اي صعوبات في المكان خالص. بس يعني انا يعني الشباب ده مشروع حلو للشباب، يعني الشباب اللي مش لاقي شغل لا هينزل يدور ويلاقي شغل، البلد فيها شغل كتير تمام. بس يعني ان شاء الله خير. خريج كلية علوم جامعة القاهرة، ولسه متخرج بقالي سنة. الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد في المكان ده. مشروع لذيذ للشباب، هو مشروع تبع تحيا مصر، وهم عاملين لنا كام تسهيلات كده في الاجراءات عشان نبتدي نخلص. بس عن المكان، دايما بيختاروا اماكن متميزة الصراحة. لما رحت هنا هتلاقي في المهندسين والشيراتون ومصر الجديدة، المفروض سمعت هم هيبتاعوا في المعادي، هو أحلى حاجة فيهم اللي هم بيتمركزوا في أماكن يعني حيوية. السعر مناسب كالموقع، الموقع بتاعه في مدينة زي ما قلت مواقع متميزة، والسعر مناسب للشباب اللي هي تعرف تفتح مشروع وتعرف تكمل فيه، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين يعني عاملينه بطريقة جديدة، اللي هو الفكرة جديدة والحركات والألوان وكل حاجة. هي الصراحة المشروع ده وكذا مشروع تبع تحيا مصر بيساعد في البطالة والشباب. الصراحة أصل أنا لسه خريج تمام علوم تمام، هو مجال غير مجالي بس المجال مناسب ليا تمام، عشان لما قدمت في كذا شغلانة كانش الموضوع موفق تمام عشان الشغلات، بس هنا ادوني فرصة يعني إن أنا أفتح مشروع وأعمل حاجة لنفسي يعني، أبقى مالك نفسي أحسن ما أبقى فاهم شغال مع حد. يعني خلي بالك المهندسين من زمان الناس كانت زهقت خلاص من الاماكن اللي فيها يعني. هو ده اللي بقوله لك، هتروح فين؟ خلاص انتهت، عايز تاكل كل يوم زهقان. عاملينها بطريقه بالظبط، والناس عندها اوريدي فكره عن فكره شارع 306، فعندها يعني قابليه انها تروح تجرب. بس على فكره الفكره قويت بالمهندسين. المهندسين دي اكتر موقع متميز جدا جدا. للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا المهندس أسامة الشفعي رئيس الشركة المنفذة لمشروع 306. مهندس أسامة صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. هو 306 ولا 306؟ والله الاثنين يا فندم، هو معمول على إنه 306، بس إحنا بنطقها 306. 306 طبعا عشان ده بداية التغيير عامة في مصر طبعا كلها. صحيح. طيب ممكن حضرتك تدينا تفاصيل اكثر عن المشروع؟ تقريبا الدقي مش الفرع الاول ليه؟ ايه يا فندم، احنا فتحنا اول فايلوت بروجكت على المازا، وبعدين عندنا طنطا وشارتن ودمياط، وبنفتح بكره ان شاء الله الدقي، وبخلال الشهر اللي جاي ان شاء الله هيبقى في المعادي وفي واحد ثاني في شارتن،
وعندنا بقى على التوالي في السويس والفيوم وكفر الشيخ واسيوط، يعني كل المحافظات مستوى. ده معناه يا فندم ان المشروع لاقى استجابه كبيره جدا من الشباب والمواطنين. دي حقيقه، احنا ما شاء الله عدد الشباب المتقدم عندنا كتير جدا وربنا يقدرنا ونقدر نفيدهم كلهم ان شاء الله. فرص العمل يا فندم، يعني طبعا مش عايزه نسبه دقيقه، ولكن فرص العمل اللي بيقدمها المشروع قد ايه تقريبا؟ هو تقريبا مع المرحله الاولى بتاعتنا يبقى حوالي 45,000 فرصه عمل، 15,000 مباشره و30,000 غير مباشره. ده بقى رواد اعمال على العماله نفسها. المشروع بيموله صندوق تحيا مصر، يعني خليني اتكلم مع حضرتك عن الفكره جت ازاي يا مهندس اسامه. بصي ان الفكره بدات من الاول خالص لما سياده الرئيس كانوا اتكلم في موضوع فتاه البرجر، وساعتها الرقابه الاداريه عملوا مشروع شارع مصر، ومن هنا الرئيس ادى توجيهات ان احنا نعمم المشروع كله على كل محافظات مصر، وبدانا اسسنا شركه اسواق مصر للاستفاده. 98% منها شركة تحيا مصر القابضة، رأس مال مصدر 500 مليون ومشروع 200 مليون، وبدأنا ننفذ الشارع بقى في كل المحافظات. الموضوع مش بس ان هو هيخدم الشباب وان احنا بنقنن وضعهم وخلافه، لا، الموضوع اكبر من كده. احنا بننفذ كمان الشمول المالي، بنحافظ بندرب الشباب على مش بس ان هو بيدخل ويشتغل خلاص، لا، احنا بندربه على نظام الصحه والسلامه المهنيه، بندربه ازاي يدير بزنس اساسا، بندربه على خدمه العملاء، والتدريب ده الزامي، يعني هو حتى بعد ما يتقدم ويتقبل وكل حاجه لو ما حضرش التدريب ما بيكملش معانا يعني. وبعد كده موضوع الكاشلس سيستم، ان احنا بنحافظ له على فلوسه، بنفتح له حسابات في البنك، بنعلمه ازاي يتعامل مع البنوك، التحويلات كلها للشباب بتبقى مع البنك، بنحافظ العميل على فلوسه، العميل مجرد ان هو بيدخل يفتح المحفظه ببلاش فتح المحفظه، ليه رصيد عايز يسيبه اهلا وسهلا، عايز ياخده مفيش مشكله، بنحافظ حتى على شغل الشباب نفسها من ان حد ممكن يسرقه لو في عامل معاه شغال او حاجه يقول له لا انا ما بعتش او انا بعت وهو في الحقيقه يكون باع. فكل الكلام ده كله احنا بنتراك التفاصيل دي كلها. دي نقطة مهمة جدا يا فندم، يعني حضراتكم بتعملوا تدريب للشباب اللي بتفتح مشروعاتها في الشارع. بالظبط يا فندم. التدريب بيبقى قائم على ايه يا فندم؟ هو ثلاث حاجات بالظبط، ان احنا اللي هو الكاستمر كير، خدمة العملاء، هو الواحد لسه مش عارف ازاي يخدم عميله، لسه أول مرة يعمل بزنس، او ولو عمل قبل كده بيزنس فهو ما اتدربش ازاي يخدم العميل. حضرتك كعميل لما هتروحي تاكلي عند حد، لو حد عاملك بطريقه وحشه او اخطا في شيء ما بتتضايق كعميل. صحيح. فهو لازم يتدرب على حاجه زي كده. الحاجه الثانيه ان هو ازاي يدير بيزنس، هو لسه مش عارف يدير بيزنس ازاي، ولو كان واقف وكان عنده مشروع بشكل يعني غير قانوني وكده، هو برضه مش عارف يدير البيزنس، بيديره بطريقه غير مش علميه، فاحنا بندربه ازاي يدير البيزنس. الحاجه الثالثه ودي فيما يخص الاكل، اللي هو الهايجين، نظام الصحه والسلامه، حركات كلنا بنحب اكل الشارع، بس بتبقى قلقانه هل ده نظيف مش نظيف، فاحنا بندربه على الهايجين. وفي نفس الوقت عندنا في الشركه اداره رقابه الجوده، فهم بيراقبوا على كل حاجه، ده بخلاف ان وزاره الصحه بتقوم بدورها الطبيعي القانوني والرسمي، ده لازم بيتم. واحنا عندنا المشروع مش بس اكل، احنا كمان في حرف يدويه، وان شاء الله احنا الماظه بنغير الديزاين بتاعه كله، وهيتعمل زي سوق، مش هيبقى بس ان احنا بنعمل اكل وحرف يدويه، لا، احنا هنعمل كمان المنتج من اوله، يعني قبل ما يحصل عليه فلوس الشباك هيبقى فيه خضار وسمك وكذا حاجه. حضراتكم بتوفروا ايه للشباب يا فندم الموجودين في الشارع؟ المكان اللي بيتعمل فيه المشروع ولا كمان الادوات اللي بيتم استخدامها؟ بصي احنا متاح عندنا كل حاجه، احنا الاساس في الموضوع ان احنا بنوفر له المكان. هو بيختلف بقى من مكان لمكان، في مكان احنا بنوفر الوحده ودي بتبقى الزاميه، او في مكان هو بيبقى عايز الوحده بتاعته بالشكل بتاعه،
الوحده بتاعته بالشكل بتاعه حاجه من الاثنين، يا هو عايز تمويل علينا يا هو بيبقى معاه الوحده بتاعته، بس لازم التيم زمايلي في الشركه يوافقوا على الديزاينز وكده عشان يبقى كله ماشي في تيم واحد. العين ما تبقاش متضايقه يعني كعميل ما يروحش يلاقي حاجات الالوان مش ضابطه مع بعض حاجات. فهو متاح ان احنا نموله للوحده والمعدات بفايده 7% من جهات تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه. ده اللي متاح بنموله على 3 سنين. نعم، خليني اتكلم مع حضرتك ايضا عن المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار المشروعات الصغيره اللي هتكون موجوده في الشارع او حتى الشباب القائمين على هذه المشاريع، وايضا عايز اتكلم مع حضرتك عن طريقه التقديم. تمام، بصي يا فندم، هي التقديم والمعايير كلهم بيبقوا في مكان واحد وهو الويب سايت بتاعنا اللي هو www.street306.com. هو الشاب بيدخل يقدم على الويب سايت، مجرد ان هو بيقدم بيبين له بقى انت عايز تقدم في انهي مشروع، عايز تعمل منتج ايه، سواء انت اكل، حرفه يدويه، ايا كان. بيقدم بيقول له الشروط بتاعتنا ان هو يبقى مؤهل عالي ولا متوسط، ولد ولا بنت، عايز ما عندوش مشاكل جنائيه ولا احكام ولا الحاجات دي. كلها حاجات بسيطة جدا جدا جدا، عايز تمويل ولا مش عايز تمويل. بعد ما بيخلص بيطلع له الابلكيشن اللي هو عملها، بيطلع له رقم الابلكيشن. ده بقى بيدخل في السكورنج سيستم. السكورنج سيستم ده اللي هو انا وحضرتك مقدمين، حضرتك جبتي 13 وانا جبت 12، فحضرتك اللي هتكتبي وانا هستنى الدور اللي بعده او الشارع اللي بعده، فاهم قصدي؟ بس طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم يعني على كل هذه التفاصيل، المهندس اسامه الشافعي رئيس الشركه المنفذه لمشروع 306، شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم ايضا على حسن المتابعه لهذه التغطيه الاخباريه. على راس الساعه القادمه القاكم من جديد ولكن في نشره اخباريه مفصله، ابقوا برفقتنا.